حاول المحتجون في العاصمة الجورجية تفليس اقتحام مبنى البرلمان في وقت حاول فيه أفراد الشرطة منع المحتجين من الدخول. وصف وزير الداخلية الجورجي الأحداث في تفليس بالمأساة، داعيا المتظاهرين إلى التوقف عن الاعتداء على المؤسسات الحكومية. وقد اندلعت الاحتجاجات في العاصمة بعد مشاركة وفد روسي في الدورة العامة للجمعية البرلمانية التي عقدت في مبنى البرلمان الجورجي.